يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني والله لو يتجنبون. يحلمون اللي فيك يفكرون ياخذونك انت مني والله لو يتجنبون. والله زي ما قلت يعني كانت في عروض كبيرة والحمد لله يعني كان لي رغبة كل أندية المملكة تقريبا 4 أو 5 أندية الخليج العربي كانوا يتمنون يحيى. يحيى كان عنده رغبة كبيرة إنه يلعب النادي النصر، هذا اللي سهل الأمر كثير بصراحة في لعب نادي النصر، وهو شرف لأي لاعب إنه يلعب في نادي النصر، نادي كبير طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ونحسب وحدي المغرم طلعنا اثنين عشاق. طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ونحسب وحدي المغرم طلعنا اثنين. مسار لا يسر لي ونحسب من زمان هو أثار يحبني من قبل. طلع عاشق طلع مهتم طلع دايب طلع مشتاق، ومشتاق وحدي المرة طلعنا عشاق. أنا خفت إنه يرفضني أو إنه ما يلاحظني، طلع مو بس هو ملاحظ طلع دارسني حافظني. أنا خفت إنه يرفضني أو إنه ما يلاحظني، طلع مو بس هو ملاحظ طلع دارسني حافظني. مثل مسهر لا يسهر لي، ونحسب من زمان هو أثار يحب.